هذا الموقف، هذا آخر سؤال في هذا الفقرة، الذي جمعني مع أحمد وفيق وشريف عرفة. ولا ده كان إف ابن لذينة ده، يلا حصل إيه؟ كنا خارجين من فيلم فيلم الآخر وإيمان حداد ببعت لك التحية إيمان، قالت لنا بكرة عندكم مقابلة مع أستاذ شريف. فين؟ في استوديو جلال. في استوديو جلال في ممر كده في شارع، فالشارع ده أحمد طول الوقت يقول لي اوعى تهزر اوعى تهزر. قلت له ليه يا عم عادي يعني؟ قال لي أستاذ شريف عارف ما بحبش الهزار. فدخلت أنا فاكر قاعد مستنينا بقى من خارج يوسف شاهين يعني، فلقيته بيصور إعلان لتكييف مشهور. أحمد ما شاء الله طويل وبتاع، وأنا أنت زي ما شايفاني أطول من أحمد. فلقيت أستاذ شريف واقف كده بس ظهره لينا، مش هسكت بقى استنى برضه أهوج يعني. قلت له أستاذ شريف، قال لي أيوه. قلت له أنا تامر سمير وده أحمد وفيق الأستاذة إيمان قالت لك علينا وبتاع. قال لي تمام. فهم الاثنين في طول بعض، الله عارف انا عايز اسمع يعني بيقولوا ايه، بيكلم بيقول له انت عملت ايه كده، وبيبص لنا. طب ماشي، طب اسالني بقى يعني. فقام جالي بقى انا كده انت عارفه، قال لي يا تامر انت عملت ايه؟ قلت له انا عملت هو الاخر بس، وبعدين استاذ انا جيم كاري مصر يعني جيم كاري ايه بهالاطار يعني اللي هو ايه بس انا قلت له جيم كاري مصر كريم شريو بعدين انا بعتلك. يا لهوي احمد قال لي مش انا قايل لك ما تهزرش يا ابني، قعد بقى يشتمني يا احمد. قلت له عم دي ارزاق على الله يعني. كلمنا ايمان، كان في موبايلات بقى، حصل كذا كذا وتامر قال كذا، احمد بالغ بقى شويه. قلت طب تمام خلاص يعني. روحت البيت لقيت ايمان بتكلمني بتقول الاستاذ عايزك بكره. قلت له انا يا نهار اسود ما عملتش حاجه يعني، اكيد الراجل قفل مني يعني. طلع ايه؟ عمل لي اوديشن وتمام وفله ونجحت في الاوديشن. ويوم الثلاث بقى تخف، كان عندي برد يعني، وما اشتغلتش في الفيلم. ايه؟ لان كان حد اعترض عليا عشان انا شبه ممثل ساعتها يعني، مش عايز. مين اللي اعترض عليك؟ مش مهم بقى، مش مهم عشان شبه مين؟ محمد هنيدي؟ كانوا مطلعين ان انا شبه هنيدي يعني. ايه بس ف حدا من الكرو يعني من طاقم العمل قال انه لا مش عاوزينه لتامر. تامر لطيف وكل حاجه بس شبه هنيدي قوي يعني. فقلت لهم انا شبه هنيدي ازاي يعني؟ بفين يعني؟ ما اعرفش، انا كنت كانوا مطلعيني زمان ان انا ايه شبيه هنيدي يعني. وانا بحب هنيدي جدا وبحترمه جدا يعني. اللي هو مره مثلا هضحكك برضو بصفتنا التيران، كان أستاذ نور الشريف الله يرحمه، حتى هو سألني سؤال وبيحب الأبراج وبتاع. قلت له أستاذ نور، أنا جاي لي دور مع محمد نجم وأنا لسه طالع من فيلم مع يوسف شاهين، فاشتغل ولا ما اشتغلش؟ قال لي لا لا، ده الاحتراف يعني، ده الاحتراف إنك تشتغل يعني. قلت له يعني اصل مش شبه هنيدي انا؟ قال لي لا انت مش شبه هنيدي خالص، بالعكس انت ملامحك مش مميزه. تمام. فسالني بقى قال لي انت برج ايه؟ قلت له انا طور زي حضرتك. فقعد يضحك بس قال لي حكمه رغد. اللي هي قال لي الطور، وحكى لي هو قال لي بعد كان عامل مسلسل لسه جديد، قال لي تليفوني مرنش 7 سنين. اللي هو الطور حظه بيجي على اللونج ران، على المدى البعيد، على المدى البعيد. وفعلا صدق الراجل يعني، اللي هو ممكن بقى يعني اللي هو قد ما عندنا صبر، قد ما الصبر طويل. بس برضو ايه احيانا الشخص اللي قال ما ينفعش للدور ده بتقول له ايه النهارده؟ قدر الله ما شاء فعل.